صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح الازدهار لدولتنا الحبيبة، صباح مليء بالخير والطاقة الإيجابية المتجددة. فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة، صحة وسعادة الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مثمر مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي، ليكون نافذة الهيئة المفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وأيضا ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل. فلكم كل الأمنيات أعزائي المستمعين أن يكون هذا اليوم يعني أفضل من الأيام الماضية، وإن شاء الله نركز يعني جل اهتمامنا على الخروج بهذا اليوم بأفضل شكل ممكن، لأن تلقائيا سيكون الغد أفضل. بداية هذا اليوم ما نتذكر معاكم السامعين المثل العربي المشهور اللي يعني تعلمناه من يوم نحن صغار. المثل يقول التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. اليوم نحن نقرأ خبر يقول فيه الأطباء أن التمارين البدنية في الصغر تحسن عمل الدماغ في الكبر. هذا مش مثل أو قول مأثور، هذا اكتشاف من قبل مجموعة من العلماء في جامعة كولورادو الأمريكية من خلال أبحاث أكدوا في خلاصتها أن التمارين البدنية في الصغر بتأثر بشكل إيجابي في عمل بكتيريا الأمعاء، الأمر اللي يساعد في نشاط دماغ الإنسان بعد سن البلوغ. يعني أعتقد أن المغزى واضح، التمارين المدنية في الصغر تحسن عمل الدماغ في الكبر، فضروري جدا أن نحن نحاول أن نعزز نمط الحياة الصحي والرياضي عند أطفالنا. من هذه الخلاصة نفسها نحن ما نبتدي فقرتنا الأولى من البرنامج مع الأستاذة حصة ناصر العلي، رئيس قسم العلاج الطبيعي بالإنابة في مستشفى لطيفة. أول شيء أستاذة حصة صبحك الله بالخير. هلا، صباح النور. اليوم نحن يعني تكلمنا عن هذه الدراسة اللي تقول أن التمارين البدنية في الصغر تحسن عمل الدماغ في الكبر، وأنتوا في قسم العلاج الطبيعي في مستشفى راشد عندكم الكثير من المواضيع اللي تهتم بالتجهيزات البدنية للأطفال، عفوا في مستشفى لطيفة. مستوى التجهيزات الخاصة بهذا القسم وكفاءة الطاقم المشرف على المركز، يا ترى ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الصدد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نوفر قسم إعادة تأهيل في مستشفى لطيفة خدمات العلاج الطبيعي لكل من النساء والأطفال، كذلك نوفر خدمات العلاج المهني للأطفال وخدمات علاج النطق للأطفال والعلاج النفسي للأطفال وكذلك الأمهات بعد الولادة، كذلك نوفر ورشة الأدوات التقويمية مثل الجبائر للأطفال. نعم. طيب، هذه مجمل الخدمات اللي يقدمها القسم للحوامل والمترددين على المستشفى. نعم، الحوامل والأطفال. طيب، يعني بعيد عن الموضوع اللي بدينا فيه، تعاني نسبة كبيرة من النساء من بعض المضاعفات والمشكلات بعد الولادة، هذا شيء معروف. ممكن تعرفينا بشكل عام شو أبرز هذه المضاعفات وكيف القسم يتدخل لعلاجها؟
طبعا كثير من النساء التي يعانين من مضاعفات سواء كان أثناء الحمل أو مجملا بعد الولادة، سواء كانت بعد الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية. من أبرز هذه المشكلات مشكلة السلس البولي أو السلس الإلحاحي. هذه المشاكل ناتجة عن سبب ضعف عضلات بطانة الرحم بسبب طول فترة الحمل اللي هي فترة 9 شهور، وبسبب ضغط الجنين على عضلات بطانة الحبل بطانة الحوض عفوا. هذا يؤدي إلى ضعف هذه العضلات، وبالتالي تقل كفاءتها ممارسة وظيفتها اللي هي طبعا دعم توفر الدعم المناسب للمثانة، مما يؤدي إلى إصابة معظم النساء بهذه الأمراض، منها مثل ما قلت السلس البولي، السلس الإلحاحي، آلام العضلات خصوصا عضلات الحوض وأسفل الظهر. كذلك بعض النساء قد يعانين من بعد طبعا كثرة الولادات هبوط أعضاء الحوض منها الرحم، كذلك آلام العضلات والعظام التي قد تحدث أثناء الحمل وبعد الولادة. طيب أنا كنت أبغى أتكلم يعني هذه اللي ذكرتيها عن بعد الولادة، لكن شو الخدمات اللي يوفرها المركز للأمهات ما قبل الولادة؟ طبعا نحن نوفر في قسم إعادة تأهيل بعض الفصول العلاجية، من ضمن هذه الفصول فصل تعليم تمارين قبل الولادة اللي هي prenatal exercise class. كذلك نوفر فصول أخرى مثل فصل تعليم تمارين المخاض اللي يسمونه labor class، فصل تمارين اليوغا للنساء الحوامل. طبعا راح تتحدث بالتفصيل عن كل فصل. أول فصل هو فصل تمارين قبل الولادة. أولا الحرمة الحامل اللي تكون تقريبا فوق 6 شهور أو 7 شهور في الشهر السابع، إذا كانت ترغب ممكن يتم إدماجها في هذه الفصول، حيث يتم تعليم الأم التمارين المناسبة والتي من شأنها تساعد الأم على المحافظة على لياقتها طول فترة الحمل. لهذه التمارين عدة فوائد، منها تحسين مزاج الأم وتأهيلها للولادة، تقليل الآلام المتعلقة بالحمل. هذا موضوع وايد مهم، تحسين مزاج الأم. أكيد بسبب تحسين مزاج الأم طبعا بادرنا بإنشاء فصول جديدة وهي تمارين يوغا، وبدينا فيها قبل سنة. يضحكون عندي في الاستوديو دكتورة، ترى اللي بياكلها الري لآخر شيء، فلازم يحسنون مزاجنا. عندنا فصل في زود مع الأم. أركد بكلمك عن هذا الموضوع، بس تفضلي دكتورة استرسلي في موضوع الخدمات وما تناقش فيه. فبالنسبة لتعليم تمارين الأم تمارين قبل الولادة، طبعا أهميتها لتقلل الآلام المتعلقة بالحامل، تأهيل الحامل للولادة عن طريق تقوية العضلات المساعدة للولادة. يعني نعطيها تمارين اللي تقوي عضلات بطانة الحوض، وبالتالي في وقت الولادة سواء كانت الولادة الطبيعية أو القيصرية تكون العضلات هذه مؤهلة وبالتالي قوية بما فيه الكفاية حتى تيسر عملية الولادة. جميل. أوكي. الفصل الثاني أو البرنامج الثاني تعليم تمارين المخاض. في هذا البرنامج يتم تعليم الحامل مراحل المخاض المختلفة اللي هي الولادة المختلفة وكيفية التعامل مع كل مرحلة. حيث تهدف هذه التمارين إلى التقليل من الإجهاد الذي تتعرض إليها الأم خلال الولادة. أيضا يتم تعليم الحامل الوضعيات التي تساعد عملية الولادة حتى تصبح الولادة سهلة وأقل ألم. كذلك يتم تعليم الأم بعض تمارين التنفس التي تخفف من آلام الطلق وتخفف من الإجهاد الذي يحدث أثناء أو بعد الولادة. في هذا البرنامج أيضا يتم عرض فيديو توضيحي للحامل عن مراحل عملية الولادة حتى يخفف يعني هيئة نفسيا وكذلك جسديا للولادة، حتى تكون مراحل الولادة مرحلة غير مخيفة، بالعكس تكون مرحلة ممتعة وسهلة سواء للأم أو للزوج. هذه إذا كانت أول ولادة لها، صحيح دكتورة؟
أكيد إذا كانت أول، إذا كانت حابة مثلا، إذا كانت أول ولادة تسترجع بعد بعض المعلومات وكذا، والولادة الثانية ممكن تكون طبيعية، بالعكس تكون طبعا هذا الفصل راح يساهم بشكل كبير لتسهيل عملية الولادة. طيب دكتورة بس آخر سؤال أنا عندي بس عشان الوقت ما قام يسعفني أكثر، بس أبغي أنت تكلمت عن بعض الإرشادات المحددة للزوج، خلينا بس نعرف شو البرامج اللي تقدمونها أنتم كذلك في هذا المجال. طبعا في عنا فصل خاص يتم فيه إشراك الزوج والزوجة فقط. في هذا الفصل تعمل أخصائية العلاج الطبيعي على تعليم كل الزوجين ما يجب أن يقوم فيه خلال فترة الولادة. الهدف من هذا تذكير الزوج بما أن يقوم الزوج بتذكير زوجته ما يجب أن تقوم به من تمارين تخفيف الإجهاد أثناء الولادة، حيث يتم تعليم كلا الزوجين ما هي التمارين التنفس التي يجب أن تقوم به الزوجة أثناء طبعا ازدياد الطلق وازدياد الألم، لأن في هذه المرحلة طبعا الزوجة ممكن تنسى شو اللي لازم تقوم به، فيقوم الزوج بادر من يذكرها ويحاول أن يساعدها ويشجعها أن تسوي هالتمارين أثناء الولادة. تمارين خفيفة تكون تمارين شهيق وزفير بعدد معين، هذا يخفف من آلام الطلق. طيب ممتاز يا دكتورة. يعني السادة حصة ناصر العلي رئيس قسم العلاج الطبيعي بالإنابة في مستشفى لطيفة، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وشاكرين لك هذه المعلومات القيمة، ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا، والجميع طبعا هالخدمة متوفرة، وأهلا بكل الحريم اللي حابين أن طبعا يشاركون في هالبرامج. هالبرامج متوفرة لهم مجانية صح دكتورة؟ طبعا أكيد مجانية للوكل، والمواعيد متوفرة عندنا، ونحن حابين يعني الحريم الحوامل واللي بعد الولادة يشاركوننا في حضور هذه البرامج. شكرا لك أستاذة حصة ناصر العلي رئيس قسم العلاج الطبيعي بالإنابة في مستشفى لطيفة. ومثل ما ذكرت أستاذة حصة، يا جماعة الخير اللي حاب يشارك في مثل هذه البرامج إذا هي مفتوحة، وهيئة الصحة يعني تدعوكم، تدعو المواطنات وأيضا أزواجهم من المواطنين بالتوجه إلى مستشفى لطيفة والتعرف على مثل هذه البرامج اللي حقيقة ستساهم بشكل أو بآخر في إنجاح ما أدري أسميها عملية ولا أسميها مشروع ولا شو ممكن أسميه، لكن في النهاية الغرض الرئيسي أن نحن نخرج من خلال يعني هذه الفترة بشكل صحي آمن، وأيضا نبتدي تكوين الأسرة من الطفل ونحن طالعين. عموما نحن ما نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا مواضيع أخرى قيمة ما نتناقش فيها في المواضيع الخاصة بالقطاع الطبي في إمارة دبي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون المثمر ما بين مؤسسة دبي للإعلام والهيئة، وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين للتواصل معنا يمكنكم الاتصال على الأرقام 600551414 أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أيضا إذا كانت عندكم أي ملاحظات أي اقتراحات، سواء تخص موضوع المواضيع اللي نحن نطرحها أو خارج المواضيع هذه، هي بوابة مفتوحة لكم. نحن نحاول من خلال تواجدنا عبر هذه الإذاعة القيمة أن نصل إلى أكبر عدد من الاقتراحات من الملاحظات التي يمكن أن تطور العمل في توجهنا نحو سعادة هذا المجتمع. عموما مستمعين، تقوم إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي بدور مميز في الحفاظ على سلامة المجتمع من الأمراض والأوبئة من خلال مجمل المهام اللي تقوم بها، والخاصة بالإجراءات يعني الخاصة بإجراء الفحوصات الطبية وتدقيق وتشخيص الحالة الصحية للأفراد المترددين عليها يوميا. حول هذا الموضوع وإجراءاته وأهميته، يعني يسعدنا
أن نستضيف معنا يمكن المرة الأولى الأستاذة ميسة البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا أستاذة ميسة. الله يحييك أخوي محمود، السلام عليكم طبعا في البداية، وأشكر لكم استضافتي في هذا البرنامج وأصبح إلى جميع المستمعين الكرام. شكرا جزيلا أستاذة ميسة. يعني أنتوا خدماتكم كثيرة جدا في إدارة خدمات اللياقة الطبية ومهمة جدا للحفاظ على أمن المجتمع بشكل عام. يا ترى إذا ما منحدث المستمعين بشكل عام ونعطيهم فكرة عن الخدمات اللي تقدمها إدارة خدمات اللياقة الطبية. في البداية أخوي محمود بنعطيكم نبذة عن خدمات اللياقة الطبية وشو المقصود في خدمات البحث الطبي اللي خاصة في إدارة خدمات اللياقة الطبية. طبعا احنا نقوم بفحص جميع الوافدين المقيمين او الجدد في إمارة دبي ضد الامراض المعدية التي تسبب خطرا على الصحة العامة مثل ما حضرتك تفضلت. نقدم الخدمة من خلال العديد من المراكز التابعة لهيئة الصحة او المراكز الموجودة في بعض المناطق الحرة او بالشراكة مع بعض الجهات الشبه حكومية والخاصة. يوجد مراكز رئيسية اللي هو مثل مركز المحيصنة ومركز الجوز ومركز الكرامة اللي هم يتبعون هيئة الصحة، بالإضافة إلى نقدم الخدمة من خلال بعض المراكز التابعة للرعاية الصحية الأولية لبعض الفئات والمقيمين في المناطق القريبة من تلك المراكز. جميل. طيب إذن المراكز الرئيسية اللي هي المحيصنة، الجوز والكرامة. طبعا هم أكثر من المحيصنة والجوز والكرامة. عندنا مركز الراشدية ولكن حاليا يخضع إلى التجديد، سيتم استحداث مراكز خاصة بالصحة المهنية، أيضا بيكون في مركز جديد في أبتون مردف إن شاء الله بيكون الافتتاح خلال يعني شهر بإذن الله تعالى. عندنا مركز الطوار اللي هو نقطة الخدمة في مركز الطوار الصحي ومركز الخوانيت والبدع والمنخول. في عندنا مراكز في المناطق الحرة اللي هي مثل جافزة ودافزة، في عندنا مركز في طيران الإمارات، في عندنا مركز في قرية المعرفة، في عندنا مركز في سوق دبي المالي وبعض المراكز الأخرى اللي في بعد مركز في الليسيلي. يعني في مراكز تخصصية لبعض الفئات مثلا مركز الصفا لكبار الشخصيات، مركز الراشدية طبعا الجميع يعرف أن هذا المركز خاص فقط بفئة السيدات، في عندنا مركز الكرامة اللي هو خاص بالخدمات المستعجلة اللي هي خدمة الأربع ساعات والأربع وعشرين ساعة والثمان وأربعين ساعة، بالإضافة أن الخدمات متواجدة في كل المراكز ولكن تم تخصيص بعض المراكز لتقديم خدمات خاصة لنيل رضا المتعاملين وسهولة أخذ الخدمة. طيب الإجراءات الخاصة بالحصول على الفحوصات اللياقة الطبية، يعني شو هي أهم الإجراءات اللي أنتم تتبعونها؟ طبعا في البداية تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، سواء كان التقديم ذاتيا أو من خلال مراكز الخدمة أو مراكز الطباعة أو من خلال الشركات أو المؤسسات اللي عندها مراكز خدمية في تلك المواقع. طبعا في عندنا فئتين للمتعاملين، الفئات اللي هي تعمل قريبة جدا من الأشخاص مثل اللي يعملون بالأغذية أو في المطاعم والفنادق وفي المدارس في رياض الأطفال، فحوصاتهم تختلف عن اللي يعملون في المجال الإداري. الفحوصات الطبية بشكل عام هو الكبد الوبائي للفئات الستة اللي ذكرناها وفحص الإيدز وفحص الجذام والزهري وفحص السل. طيب من أكثر فحص السل يقتصر فقط على الإقامات الجديدة بناء على قرارات الدولة، والفحوصات الأخرى تجرى في الإقامات الجديدة وتجديد الإقامات. طيب سادة ميسا، يمكن أكثر المواضيع اللي تشغل بال الجميع هي الفحوصات اللياقة الطبية المطلوبة ما أدري إذا صح المصطلح خدم المنازل، ممكن نقول أو مدبرات المنازل. يا ترى ما هي المراكز التي توفر هذه الخدمة؟ جميع المراكز توفر هذه الخدمة ما عدا المراكز اللي هي موجودة في المناطق الحرة اللي هي طبعا هي فقط لعملاء والمكفولين من تلك المناطق الحرة وعائلاتهم. خدم المنازل أو العاملين في الخدمات المساندة في المنازل بجميع فئاتهم نستقبلهم في مراكز الخدمة الموجودة في الرعاية الصحية الأولية اللي هي مثلا مركز الخوانيج، مركز الطوار، مركز البدع،
مركز المنخول يعني في المراكز الصحية الموجودة في المناطق السكنية القريبة اللي ممكن فئة العاملين بالمنازل يسيرون في هذه المراكز طبعا اللي هي أقرب إلى أماكن سكنهم، بالإضافة أنهم مثلا ممكن يسيرون بعد مركز المحيصنة ومركز الجوز ومركز الكرامة للخدمات العاجلة. فيعني الاختيارات متاحة للعملاء بشكل عام، حتى ممكن أنهم مثلا يطلبون خدمة تواجد أيضا اللي هي خدمة الحصول على الخدمة في أماكن تواجد العميل. ففي النهاية الاختيار يرجع إلى رغبة العميل كيف أنه هو يحصل هذه الخدمة. خدمة تواجد تعطيني فكرة بس شوية مفصلة أكثر عنها أستاذة ميسة؟ إن شاء الله. طبعا هي خدمة تواجد هي خدمة متاحة لجميع فئات المجتمع سواء كانوا شركات أو أفراد، هي خدمة تتميز بسرعة الإجراء حيث أن العميل يحصل على هذه الخدمة في مقر تواجد أينما كان في حدود إمارة دبي. طيب هي موجودة للأفراد والشركات، خلينا نشوف بالنسبة للأفراد كيف تقدم وبعدين ننتقل للشركات. طبعا بالنسبة حق الأفراد ممكن أنه يحجز الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة، يدفع حق الخدمة. في عندنا طبعا أشخاص معينين يقومون بتسجيل الطلبات ومن ثم تحديد الوقت المناسب لهذا المتعامل متى هو حاب أنه يحصل هذه الخدمة ياخذها. VIP نعم، خدمة VIP. هي في عندنا نوعين منها، هي في عندنا تواجد العادية اللي هي النتيجة يحصلها خلال 48 ساعة، وفي عندنا تواجد اللي هي العاجلة اللي يحصل على النتيجة خلال 4 ساعات. ممتاز ممتاز. طيب وبالنسبة للشركات؟ بالنسبة للشركات طبعا هي الأفضل للشركات ذات الكثافة العمالية يعني الكبيرة جدا، في حين أنه يرغب بتجديد إقامات تلك الفئة أنه يأخذ خدمة تواجد لأنها تسهل الإجراء على الشركات الكبرى أن نحن نطرش فريق العمل إلى تلك الشركات ونقدم الخدمة في أماكن تواجدهم. يكون أفضل للشركة من أنهم يبون العمال في مراكز الخدمة الأذنى. طبعا هذا في يعني أنه يضيع وقت العامل في حين أنه ممكن مثلا يحصل الخدمة في أوقات المساء غير أنه يطلعهم مثلا في النهار. فنحن نعطي عدة اختيارات شو الأفضل للعميل. جميل. النهاية فهذا الأمر يرجع له. جميل. يعني أنا عندي كثير من المحاور معك أستاذة ميسة، أتمنى إن شاء الله يعني في المستقبل القريب مع افتتاح العيادة القادمة في مردف أن استضيفك معي في الاستوديو، حتى إذا كانت هنالك بعض الاستفسارات من قبل المراجعين والجمهور ممكن نحن نرد عليها. لكن يعني سؤالي اللي بختم معك هذا اللقاء، عام 2015 كم عدد المراجعين اللي كانوا لمراكز فحص اللياقة الطبية؟ إنزين، في عام 2015 طبعا هذا الرقم نحن أول مرة نوصل له، وهي أول مرة أعطيك هاي المعلومة. هاي عطيني بالمقارنة ما بين 2014 2015 إذا إن شاء الله. تفضلي. في 2014 عدد المعاملات كانت 1,698,140. في 2015 بزيادة 21% وصلنا إلى 251,802. ما شاء الله. الجهود يعني هاي جهود موظفين إدارة الخدمات اللياقة الطبية، أوجه لهم كل الشكر والتقدير على هاي الجهود، وإن شاء الله يعطيهم ألف صحة وعافية. الله يواليكم العافية إن شاء الله جميعا، وجهود مشكورة لهذه الإدارة المتميزة حقيقة، ونتمنى لكم دائما المزيد من الإنجازات والمزيد من المراكز اللي يعني إن شاء الله تحققون فيها العديد من الجوائز التي تستحقها هيئة الصحة بدبي. الأستاذة ميسة البستاني مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذا اللقاء، شكرا جزيلا. الله يكرمك، حياك الله أخوي. إذن مستمعينا سنتواصل معكم، وبعد الفاصل سوف نستضيف إن شاء الله معنا الدكتورة جميلة الشيخ مدير إدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة بدبي، وسوف نتحدث عن واحد من المواضيع اللي قد تغيب عن بال الكثيرين، فابقوا معنا. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام عبر برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون المثمر ما بين مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي.
مستمعينا، يعني في هذه الأثناء يستضيف معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، معالي محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة البحريني، اللذان يبحثان سبل التعاون ما بين إمارة دبي والبحرين في مجال القطاع الصحي. يعني بدأ الاجتماع المشترك بين قيادات هيئة الصحة بدبي وقيادات المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ويعني من خلال ما ينقله إلينا المراسلون هناك يعني يؤكدون أن معالي القطامي يؤكد أن صحة دبي تضع إمكانياتها وتجاربها الناجحة أمام مملكة البحرين الشقيقة، ويقول أن قيادتنا الرشيدة وقيادة البحرين الشقيقة هي التي ترعى بحكمتها وبحكمتها أصول وجذور العلاقة ما بين البلدين. أيضا معالي محمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة البحريني يؤكد على أهمية الاستفادة مما حققته صحة دبي من إنجازات، وتم استعراض رؤى وتوجهات دبي وتطلعاتها المستقبلية في القطاع الصحي، وأيضا تم تقديم نبذة عن التطور في القطاع الصحي في مملكة البحرين والتحديات التي تواجهه. إذن دائما مثل هذه الزيارات هي التي يعني تضع الحلول وتضع الرؤى المستقبلية التي تسعى إليها سواء كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أم الشقيقة مملكة البحرين لإيجاد أفضل مستوى للحياة الصحية في هذا المجتمع الخليجي الواحد. عموما مستمعينا، قبل الفاصل نحن وعدناكم أن منستضيف معانا دكتورة جميلة الشيخ مدير إدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة بدبي، اللي ما نتحدث من خلاله عن مركز التدريب الدولي التابع لهيئة الصحة، والذي يعتبر من أفضل المراكز المتميزة المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأعلى نسبة من هيئة التدريس والمدربين المعتمدين. المركز حصل مؤخرا على الجائزة الفضية من جمعية القلب الأمريكية للعام 2014-2015 في مجال الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي وإنعاش القلب الرئوي المتقدم، وهو إنجاز يحققه المركز للعام الثاني على التوالي. مرحبا دكتورة. صباحك الله بالخير أخوي. حياك الله معانا. للمستمعين الكرام. حياك الله معانا يا دكتورة. اليوم نتكلم عن هذه الجائزة وأهميتها، وسعيدين جدا بهذه الاستضافة معنا في برنامج صحة وسعادة. يا ترى دكتورة، الجائزة الفضية اللي حصل عليها المركز مؤخرا، مدى أهمية هذه الجائزة؟ أهمية الجائزة الفضية هي أنها تظهر دور وأهمية المراكز العالمية التي لديها تدريب في مجال الإسعافات الأولية وإنعاش القلب الرئوي، وهي كذلك مرتبطة برؤية المنظمة الأمريكية للقلب والإنعاش الرئوي لإنقاذ حياة الناس. طيب دكتورة، المعايير والشروط للحصول على هذه الجائزة؟ نعم، هناك معايير، وهو أن يدرب المركز أكثر من 2500 متدرب في السنة، وأن تكون لديه أنشطة متخصصة بالإنعاش القلبي والإنعاش الرئوي والإسعافات الأولية، وأن تكون لدى المركز برامج بالإنعاش القلبي والرئوي، وهي الصحة هي سباقة في ابتكار مثل تلك البرامج، والتي بدورها تسهم في تطور مستوى الرعاية الصحية الأولية وبرامج السلامة وأمن الحياة. جميل دكتورة جميلة، يعني أنتوا الجائزة هذه تحصلون عليها للمرة الثانية، المركز يعني المركز يحققها للعام الثاني على التوالي. نعم. يا ترى ما هو الدور والمهام اللي يقوم بها المركز، مركز التطوير المهني؟ وطبعا مركز التطوير المهني يتبع لإدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة، ودوره كالتالي: مراجعة وتحديث خطط وسياسات التدريب للمهن الطبية والطبية المساعدة والفئات المساعدة من كوادر إدارية وفنية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين والعاملين بهيئة الصحة، كذلك عقد المؤتمرات الطبية والبرامج الداخلية والخارجية في المجال الطبي،
تقديم البرامج الخاصة بالإنعاش القلبي والرئوي طبعاً داخل الدولة وخارجها في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي كما ذكرتم باعتبارنا مركز متميز. وكذلك من الأدوار المهمة للمركز حقيقة اعتماد البرامج والمؤتمرات الطبية المقدمة من القطاع الخاص والحكومي، هذا بالإضافة إلى برامج خاصة بالقيادة والجودة في الرعاية الطبية. تقوم كما المركز يقوم بتقديم البرامج التدريبية لطلبة المدارس والجامعات. جميل دكتور، هذا الملخص يعني. والله ملخص يعني أنا يعني أتمنى إذا في إمكاني استلمه بشكل تفصيلي معك، لكن خلينا في البداية شوي نتكلم عن عدد الدورات التدريبية اللي نظمتوها خلال العام الماضي وعدد المستفيدين من هذه الدورات. هو العدد الكلي للدورات تقريبا 769 دورة. ما شاء الله. منها 145 دورة في هيئة الصحة و 125 دورة للإداريين و 98 للدورات الكمبيوتر والآي تي. بالنسبة لدورات إنعاش الحياة كانت تقريبا 400 دورة واستفاد منها 6872 مستفيد. وهناك كذلك عدد دورات التوعية في إنعاش الحياة تقريبا 1639 دورة. يقوم بالتدريب حوالي 130 مدرب معتمد من الهيئة وخارج الهيئة. جميل. غالبا من فئة الأطباء والممرضين. كذلك هناك بعض الإداريين الملمين بدورات الإنعاش الأولية ممكن بعد يقيمون هذه الدورات. طيب دكتورة، بالنسبة لإدارة التعليم الطبي في الهيئة، يعني هنالك الكثير من المهام اللي تقوم بها هذه الإدارة، يمكن قليلين من المستمعين يعرفون أو اللي مش مرتبطين بالقطاع الطبي ما يعرفون أهمية وجود مثل هذه الإدارة، فخلينا نتكلم بشكل عام أهمية وجود إدارة للتعليم الطبي. إدارة التعليم الطبي طبعا هي معنية بتدريب الأطباء يعني للتخصص الطبي. هو يتكون من ثلاث مراكز. المركز الأول هو مركز الشؤون الأكاديمية، وعندنا تقريبا 13 برنامج تدريبي تعليمي لأطباء المستقبل من بعد الامتياز. طبعا الطبيب لازم يتخصص في مجال معين، فنحن نقوم بالإشراف على هذه البرامج التدريبية لمدتها 4-5 سنوات في مجال الطب الباطني والأطفال والنساء والولادة، يعني تقريبا 13 تخصص حاليا، والسنة أضفنا 4 تخصصات يعني يستلم فيها الطبيب في آخر التدريب البورد العربي أو البورد السعودي، في عندنا بعد البورد الألماني مؤخرا دخل. هذا أهم شيء يقوم به المركز، يعتبر من أكبر المراكز التدريبية للأطباء في الدولة. عندنا كذلك مركز مصادر التعلم اللي هو المكتبة الطبية، وحاليا أو في سنة 2015 تحولنا بالكامل إلى مكتبة إلكترونية، ولم يعد هناك أي يعني مصادر ورقية. هي مكتبة ذكية تحولت بعد كذلك دكتورة، أعتقد في عندكم تطبيق خاص ل طبعا هي ذكية. نعم، سمارت أب، وهذا ينفع طبعا كل الفئات في هيئة الصحة خاصة الأطباء. صحيح. والممرضين والطلبة والمتدربين من الأطباء. جميل. وفي مجال البحوث للاطلاع أيضا على أحدث الدراسات المتقدمة في مختلف المجالات. طيب دكتورة، أنا هني ما أدري تبغين تضيفين شيء ثاني دكتورة أنا قاطعتك؟ لا، أنا تقريبا يعني سلطت الضوء باختصار. ممتاز. على أهم عمل الهيئة تقوم به. بالإضافة طبعا نحن بعد ندعم البحوث اللي هو البحث العلمي في هيئة الصحة واللي يقوم بتنظيم البحوث في دبي ككل. طيب دكتورة، أنا هنا أبغى أتوجه لموضوع، يعني هيئة الصحة في دبي استضافت العام الماضي البورد العربي لطب الأسرة، يعني ياليت تحدثين عن البرنامج هذا وأهميته للأطباء والهيئة بشكل عام. طبعا طب الأسرة من أقوى البرامج في هيئة الصحة، وفيه
تقريبا التحق المواطنين بدرجة 100% ما شاء الله في هذا القسم أو في هذا التخصص. تخصص نعم. نعم. والبورد العربي العام أقام الامتحان في مركز المزهر. كان عندنا طبعا التسهيلات من ناحية الغرف ومن ناحية دعم اللوجستي اللي تحتاجه. الدعم اللوجستي نعم للامتحان وكان ويعني حصلنا على يعني شكر كبير من البورد العربي وكذلك حضر المدير العام وافتتح هذا الامتحان. نعم. ممتاز. طيب دكتورة لماذا تم اختيار يعني دبي لعقد مثل هذه الامتحانات؟ أولا لسمعة دبي، ثانيا لسمعة هيئة الصحة والفاسيلتيز أو التسهيلات التي تقدمها ولقوة البرامج المقدمة في هيئة الصحة من ناحية التدريب. هاي البرامج طبعا نحن نشكر فيها أكثر العاملين من الأطباء ومساعدي الأطباء في المستشفيات وفي الرعاية الصحية الأولية، هم الذين يقومون بتدريب هؤلاء ونحن نقوم بالإشراف وتنظيم هذا التدريب يعني للمدربين للنظام التدريبي ككل. طيب دكتور أنت ذكرتي أيضا أثناء الحديث أن من الأمور التي تقومون بها هو اعتماد البرامج والمؤتمرات المقدمة من القطاع الطبي الخاص في هذا المجال، فياليت شوية تعرفيني عن آليات العمل في هذا المجال وشو اللي المعايير اللي تحطونها لهذه الاعتمادات. طبعا المجال كبير اني انا اتكلم في هالموضوع، ممكن باختصار اقول لك نحن عندنا فريق يقوم يعني بمراجعه كل المواد العلميه التي تقدم للاطباء وللممرضين وللصيادله والتغذيه كل يعني الملتحقين بالنظام الصحي، تقوم بمراجعة هذه الدورات أو بهذه المادة العلمية عشان تشوف يعني هل صدق هذه المادة العلمية وشفافيتها وقوتها وحقيقة المقدمين لهذه المواد العلمية اللي هم متحدثين قادمين من الخارج أو من داخل الدولة، نشوف طبعا نبدأ عنهم نبدأ علمية نبدأ عن عملهم في هذا المجال بحيث أننا نعتمد الساعات التدريبية لهذا المتدرب، ومن خلال هاي الساعات التدريبية يحصل هذا المتدرب على تجديد للرخصة بممارسة الطب أو ممارسة المهنة اللي يقوم بها في النظام الصحي سنويا بسبب متطلبات النظام أو إدارة التنظيم الصحي لتجديد الرخص. من متطلباته هو اعتماد ساعات تدريبية سنوية للملتحقين بهذه الدورات أو الملتحقين بالنظام الصحي. طيب دكتورة أنا ما أدري إذا معلومتي صحيحة ولا خاطئة في هذا المجال، أن أنتوا اللي فهمته يعني من سياق الحديث أن إدارة التعليم الطبي البرامج اللي تقدمها غير مقتصرة فقط على العاملين في الهيئة، وإنما المجال لها مفتوح تماما حتى للعاملين في القطاع الطبي بشكل عام. نعم. طيب أهم هذه البرامج دكتورة اللي طرحتوها بالنسبة للتواصل الخارجي مع الناس اللي يعملون في القطاع الطبي، يا ترى كيف يمكن لهم التواصل معكم؟ كيف يمكن لهم المشاركة في مثل هذه البرامج التدريبية والمؤتمرات اللي تعقدونها، وأيضا كيف ممكن يطلعون على مثل هذه البرامج؟ يعني آليات التواصل مع الإدارة. طبعا نحن نقوم بإعلان خارجي لهذه الجهات للمؤتمرات التي تقوم بها هيئة الصحة. نعم. بالتواصل مع حتى الجهات العلمية الأخرى أو الصحية الأخرى في الدولة. بالنسبة للدورات نفسها يعني نعلم بفترة كافية بحيث أن توصل المعلومة للجميع. جميل. واعتقد الطلب عالي عندكم احيانا بعد عالي. ايوه كثير يعني، ودائما القاعات فل ما شاء الله، خاصه دورات التمريض ان المنتظمه هاي يكون فيها يعني فوق 400 شخص،
غالبا يحضر هاي الدورات. طيب دكتورة، أنا بس في دقائق بس، لأنه وايد المجال عندكم كبير للتحدث فيه، لكن في دقائق بس خلنا نتكلم عن برنامج الابتعاث الخارجي للأطباء وأهمية هذا البرنامج. الابتعاث الخارجي طبعا ها من ضمن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة تحت مركز الشؤون الأكاديمية. بالنسبة للتخصصات الطبية الغير متوفرة في الدولة فإحنا نوفرها، بحيث أن نبعث الأطباء إلى الخارج للتخصص، أن تقريبا 30 مبتعث. ممتاز. ونختار طبعا المراكز ذات السمعة الجيدة والمراكز المعترف بها داخل الدولة وخارجها، بحيث ما يعني يقضي الطالب سنين عمره في دراسة مادة أو تخصص ما تحتاجه هيئة الصحة أو غير معترف الشهادة به. يعني أبرز التخصصات دكتور اللي تبعثون عليها الدكاترة تقريبا، ما منسميهم كلهم، يعني من التخصصات اللي تحتاجونها يعني دائما؟ التخصصات النادرة غالبا أو اللي محتاجينها، مثل تخصصات القلب وتخصصات الغدد الصماء. في عندنا بعد الجراحة، جراحة الأعصاب الدقيقة، جراحات المسالك البولية، هذه مهمة جدا. عندنا طبعا في الطب عندك أنت تخصص وتخصص التخصص، يعني صحيح. ممكن يكون صحيح. هو باطني ويتخصص أمراض الدم، وبعدين يأخذ بعد زمالة في أمراض النخاع، زرع النخاع أو أمراض السرطانية كذي يعني. ف نبعث في التخصصات الدقيقة في التخصص نفسه. جميل. وهذيل المبتعثين لما يرجعون دكتورة هم يعني ناس يكونون مهيئين لتقديم مثل هذه البرامج التدريبية لزملائهم الأطباء ويستفيدوا من هذه الخبرات اللي يقدمونها، فهي عملية متكاملة. يعني معظمهم طبعا طور من خدمات الموجودة، يعني معظم المواطنين اللي رجعوا تخصصات عالية طوروا من المراكز ومسكوا وحتى رئاسة الأقسام. صحيح. ودربوا الأطباء الآخرين، دخلوا في ضمن برامج طبعا الإقامة والتدريب المتدرب. الأمثلة كثيرة في هذا المجال. أنا يليت يعني عندي وقت زيادة أني أنا ممكن استمر في الحديث معك، لأن الحديث شيق جدا في هذا المجال. دكتورة جميلة الشيخ، مدير إدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المشاركة ونتمنى لكم التوفيق في مختلف البرامج اللي تقدمونها. شكرا جزيلا لك دكتورة. إذن مستمعينا، يعني حلقة كانت مليئة بالمعلومات، مليئة بالمداخلات من قبل يعني مختلف الجوانب التي نود تسليط الضوء عليها لبعض الجهود التي قد تخفى عن الكثيرين من يعني الأنشطة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي لهذا المجتمع. حقيقة يعني أنا ما أملك في الختام إلا أن أقول يا رب توفق كل شخص مخلص لهذا البلد، مخلص في عطائه ومخلص في واجباته، بهدف واحد أنه هو يحاول قدر الإمكان أن يرد بعض الدين اللي يعني في رقابنا، وما مرد شيء يعني من الدين في رقابنا تجاه هذا الوطن الغالي والحبيب على قلوبنا. عموما مستمعينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى متجددة في القطاع الصحي والطبي في إمارة دبي. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم محمود يوسف، ومن فريق الإعداد بقسم الإعلام في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، ومن الإخراج لكم كل التحية من الأستاذ عيسى سبيل، وإلى الملتقى. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.